أقول مازال لي واحد دقيقة. لا لا ما نخليهم لك يا سي أحمد، خليهم لك. أنا ما أقول لإخواني النواب ومن خلالكم إلى الشعب الجزائري، على الأقل لما الإنسان يشوف الكأس، على الأقل يشوف الناس الكأس الجانب النصف المملوء منه فقط، ما يشوفش غير الناس الفارغ، لأنه هناك أناس اللي أصبحوا في الجزائر لا يشوفوا لا النصف المملوء يا النصف الفارغ، ما يشوفوش كاع الكأس، وهذا الشيء الذي يحوس في قلبنا. احنا ماذا بينا لما كما نشوفوا النصف الفارغ نشوفوا النصف المملوء، واظن بان كاس الجزائر مملوء ما فيش نصف فارغ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.